لكن فيما يتعلق بقى بالنادي الاهلي. فرحه جديده بانضمام لاعب مميز جدا زي محمد مجدي قفشه، لاعب مميز جدا انضم زي ما حضراتكم طبعا تابعته امبارح لصفوف النادي الاهلي بشكل رسمي في صفقه خدت وقت طويل جدا وكانت على مراحل كتيره جدا. المرحله الاولى لو تفتكروا حضراتكم ان كان في رغبه متبادله من النادي الاهلي وقفشه على انضمام اللاعب لصفوف النادي الاهلي امتى؟ من سنه فاتت لما كان لسه في انبي. للاسف الصفقه ما نجحتش فبالتالي اللاعب انتقل لبيراميدز. في يناير اللاعب كان نفسه يروح النادي الاهلي. فبالتالي اخيرا حلمه اتحقق بانضمامه للنادي الاهلي بشكل رسمي امبارح بالليل، وتم كمان قيده في القائمه الافريقيه. وهو في الحقيقه هيكون اضافه قويه جدا جدا في صفوف النادي الاهلي بالتحديد في خط الوسط الخاص بالنادي الاهلي، سواء في البطوله المحليه الدوري او كاس او كمان في بطوله دوري ابطال افريقيا. لاعب مميز جدا عنده ميزه كمان الضربات الثابته بيجدها بشكل رهيب، وده مفتاح مهم من المفاتيح اللي قد ترجح كفه اي فريق في اي مباراه ممكن تكون صعبه وممكن تكون مقفوله. الضربات الثابته دي لازم نعتمد عليها بشكل كبير. عنده اللاعب في الحقيقه الولد عنده موهبه في الجزئيه دي، ان شاء الله نحاول نستغلها. كمان يقدر يلعب كديفندر في نص الملعب، يقدر كمان يلعب صانع العاب، اي مركز يقدر يشارك فيه بالتحديد في نص الملعب. لاعب مميز جدا واضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في اطار الاضافات اللي قدر النادي الاهلي يدعم فيها خلال الفتره اللي فاتت. قبل قفشه كان في محمود متولي ب 24 ساعه بالظبط، وقبليهم كان في اليو ديانج طبعا نجم النادي الاهلي الجديد لاعب خط الوسط ايضا، وقبليهم كان تمديد اعاره رمضان صبحي، هذا اللاعب الهام للغايه والمميز جدا ومستمر مع النادي الاهلي لمده موسم اخر. فبالتالي كلها صفقات كويسه جدا في الحقيقه وفي اطار محدود، وده اللي كنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم من فتره لو تفتكروا. دايما الجماهير بشكل عام لاي نادي بيبقوا متشوقين قوي للصفقات وللعيبه اللي هتلبس التيشيرت وتلعب بيها اول مره، بقى حاجه بتبقى جديده وحاجه بتبقى مهمه، وكلنا في الحقيقه مش يعني كل الناس بتبقى مهتمه بموضوع الصفقات، لكن دايما النادي الاهلي بيبقى عنده سياسه معينه بيمشي من خلالها. الموضوع مش ان انا اجيب كم كبير جدا من الصفقات واضمهم لصفوف فريقي، ايه الافاده؟ بالعكس ممكن يبقى ضرر كبير. لكن الإفادة هتيجي إمتى؟ لما تركز على عناصر معينة في مراكز أنت محتاج فيها تدعيم، وكمان في مراكز أنت بتحاول تخلق فيها منافسة قوية جدا. ده اللي حصل من خلال الأربع صفقات حتى الآن اللي النادي الأهلي أعلن عنهم بشكل رسمي. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله في مسيرة أو مسيرتهم هم بالتحديد مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. أكيد هيضيفوا للنادي الأهلي بشكل كبير، واكيد والمؤكد اكتر ان النادي الاهلي هيضيف ليهم بشكل اكبر، وده شيء مفروغ منه. هل صفقه قفشه هي الاخيره؟ ودايما ده بيبقى سؤال بيتقال لكل الجماهير لما الاهلي بيعلن عن صفقه، طب ها الصفقه اللي بعديها ايه؟ طب هل هيكون في صفقه ثانيه ولا لا؟ خلينا نقول لحضراتكم ان لسه فتره القيد المحلي ممتده من المفترض لحد اخر الشهر ده. في اخبار في الحقيقه تقول لك ايه لاخر الشهر، اخر شهر 8، والبعض يقول لك لا لنص 9. اللغط اللي دايما موجود في الكره المصريه ان احنا مش عارفين ميعاد محدد لانتهاء فتره القيد، وانا اقرا في بعض المواقع خبر كده واقرا في بعض المواقع خبر كده. المهم يعني ان فتره القيد المحليه ممتده نقول خلينا مبدئيا نقول ايه لاخر شهر اغسطس. فبالتالي عندك فرصه ان انت ممكن تتعاقد مع لاعب واحد اخر، احتمال ان يكون في لاعب اخر او صفقه جديده في صفوف النادي الاهلي. ده هيكون ازاي؟ طبقا للرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني، لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، طبعا بالتشاور مع الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على كره القدم ورئيس النادي الاهلي. سيستم معين بيمشي من خلاله النادي الاهلي، سيستم معروف وكلكم حافظينه على مدار السنوات كلها السابقه اللي انتوا عشتوها بتشجعوا النادي الاهلي. السيستم ما بيتغيرش.